عليكم أعزائي المشاهدين ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بألف خير ورمضان كريم عليكم يا رب. أكيد مثل ما عودناكم حلقة اليوم من برنامج تستاهلون. ما بالخير؟ ما بالخير حبيبي. شلونك؟ شلون أمورك؟ شلون أمورك؟ زين إن شاء الله. الله يسلمك. أنت شنو اليوم؟ أنت سويت المقدمة؟ إيه مو سمعت الشباب يسوي هيك ما يسوي هيك ما يسوي هيك. تعلمت توقع محيرة خلينا نقول. بس حلوة اللي قلت لك. أكيد كل شيء حلو وياك. الله يسلمك يا حبيبي. والله. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم عليكم. كل عام وانتم بألف خير يا رب. ان شاء الله الصحة والسلامة وغفران الذنوب. الله يتمم عليكم الشهر بالخير وان شاء الله يا رب الامن والامان على بلادنا. ان شاء الله كل الامة الاسلامية بألف خير يا رب. مثل ما عودناكم يوميا نشرح لكم فكرة البرنامج للاخوة والاخوات اللي مو مطالعينا. البرنامج هو بسيط سهل، غايتنا من عنده انه نفرحكم. فكرة البرنامج هي فكرة بسيطة، انه مجرد ما المتسابق يكون يعني على الهواء يسأل سؤال، نسأله سؤال $50، هذا واحد. جائزة ثانية بالصناديق هي $300، والجائزة الثالثة هي حظ اوفر. الجائزة الكبرى بالبرنامج هي راح تكون ذهاب الى بيت الله الحرام او الى مشهد زيارة الامام رضا سلام الله عليه او الى سيدة زينب سلام الله عليها. والمتسابق اكيد الفائز راح برفقته يكونون اثنين، هو يختارهم. باختصار هذا البرنامج وهي فكرة البرنامج. يعتمد على الاتصالات، على تفاعلكم. احنا غايتنا نفرحكم نربحكم. ما ادري البداية طبعا راح تكون استقبال اتصالات من اصحاب الحوالات اللي فازوا ويانا. وعندنا دخول فائزين للاستوديو. زين. وعندنا اعادة اسماء الفائزين يوم امس، كذلك اصحاب حوالات. ام علي من ميسان تم التحويل. محمد حسين. عندنا حسن صالح سلام عباس الحضور للاستوديو. ما اعرف مخرجنا كم شخص متواجدين ويانا. نستقبل اتصالات الشباب. اكيد نستقبل اصحاب الحوالات. طبعا هاي حوالاتهم كانت كل عندي كل الأخوة والأخوات المتسابقين اللي ما يوصلنا الاستديو جاي نقرأ جائزته، يروح على مكتب الحوالة اللي ضبطوا ويا الكونترول وإدارة البرنامج. كثف اتصالاتنا، كثف مسجاتنا، منتظريكم، منتظرين المتسابق الأول أو المتسابقة الأولى اللي إن شاء الله اليوم الحلقة غير راح تكون، بحيث جائزة $300 راح تكون موجودة وقريبة. الخيارات سهلة، أيضا الأسئلة راح تكون سهلة مثل ما عودناكم يوميا، أنه احنا نحاول نغشش، نحاول نتحايل على أعداد البرنامج حتى نربحكم. نكثف اتصالاتنا ونكثف مسجاتنا، منتظريكم ومنتظرين منو راح يكون ويانا. تتوقع من أي محافظة راح يكون؟ يا رب يكون من اي محافظه. لا اكيد من واحده من المحافظات. محافظه خلينا نقول بس يعني تتوقع من بغداد لو من الجنوب. السلام عليكم. من بغدادي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. شلونكم انت؟ الله يحفظك. الاسم الكريم عباس سمير من محافظة ديوانية. عباس من ديوانية. سمير انت احد الفائزين؟ ايه استاذي. ماشي، خلي ابو فضه يقرا لك جائزتك حوالتك حتى تروح تستلمها. انت استلمت ولا بالك حبيبي؟ لا لا بعد هيجي شوي وراح استلم. ها بعدك مو رايح؟ وصلت الحوالي. ها انطاك خبر وصلت؟ وصلت بعد ما نستلم انا. بعدك انت مو رايح؟ مو استلم. محمد اسمك؟ عباس سمير. عباس سمير. عباس عباس سمير موجود سمير. اي اكيد انت اليوم راح تستلم اعتقد ورا الفطور. ايه انطاك موعد الاخوه. ايه انطاني. تمام اوكي. احنا هاي المسؤوليات يمنا موجوده، فورا الفطور تروح تستلم جائزتك يا حبيبي. اوكي يلا شكرا استاذ. حبيب. حبيبي حبيبي تحياتنا لك للجميع. رمضان كريم.
وهسه احنا بالاستديو الموجودين عندنا الفائزين، خلي يدخلون. حسين عندنا؟ حسين خلي يتفضل. يا هلا هلا ابو علي، تفضل. السلام عليكم. السلام، رمضان كريم. عليكم. شلون صحتك؟ شلون احوالك؟ حيا الله. شلون هلا؟ شلون صحتك؟ شو اخبارك؟ شلونك؟ زين؟ زين الحمد لله. شلون امورك؟ خير. حسين من اي محافظة انت؟ من بغداد. من بغداد، ربحت ويانا البارحة؟ نعم. ايش قد ربحت؟ 300 دولار. 300 دولار. هاي ابو فضل؟ انت بعد لازم قدم لنا بداية. ماكو فرق حبيبي. هاي جائزتك اللي هي 300 دولار. الله يهديك. الله يحفظك. وهذا كتاب شكر وتقدير من قناة الفرقدين. لمشاركتك بالبرنامج. موفق. زين؟ واحنا هسه ناخذ سيلفي. ماشي؟ طلنا تليفون يا جماعة. ابو علي انت تدرس؟ لا ادرس. تدرس؟ وين واصل الدراسه؟ ثالث. ثالث؟ متوسط؟ متوسط. ان شاء الله يا ربي يوفقك بدراستك. شوف هذا السيلفي. يلا بفلتر. كيف؟ تريد فلتر؟ اخذ ابو الورد؟ والله بلا فلتر يا خبر. يلا. هذا حبيبي شكرا جزيلا. مالتك. ألف مبروك. مبروك. ألف مبروك. ألف مبروك حبيبي. بعد عندنا متسابق، خلي فوت حتى نعجل وناخذ اتصال أول البرنامج. يا أهلا وسهلا، تفضل. عليكم السلام. يا مرحبا. أهلا وسهلا. أخبارك؟ يا مرحبا. رمضان كريم. الله يحفظك. الله يسلمك حبيبي. شو اخبارك؟ كل الهلبي. شلونك؟ شلونك؟ الله يسلمك. الله يخليك. شو اخبارك؟ الحمد لله بخير. انت المتسابق لو تنوب عن الفائز؟ انا المتسابق ان شاء الله. منو؟ سلام عباس. سلام عباس. اشتركت انا بحلقه يا يوم؟ البارح. بحلقه البارح. سلام عباس، هاي جائزتك 300 دولار. الله يسلمك. تستاهل كل خير. وهذا الكتاب اللي قدموا لك اياه الاخوه في قناه الفرقدين، الله يوفقك ان شاء الله يا رب. مبروك لك. الله يسلمك. انطونا التليفون شباب. احنا تليفون حمود يمكن نخليه يمنا. ها؟ احد من كمل. ضروري انه بتليفون احنا. يلا. ابتسم. 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 خدمته. شكرا. حبيبي. كل الهلبي. كل الهلبي. وهسه عندنا اتصال. السلام عليكم. شخبارك؟ يا حبيبي يا مرحبا بك. الله يخليك. انا اشكركم، انتم ما قصرتوا. يمكن سمعتني لو ما مو يمنت. الاسم الاسم الكريم؟ انا صراحه حسين علي ملانا، وانتم مقصرين وقفه. صراحه انت بالسياره صح؟ اي ابو السياره يا ملانا، الله يحفظك. ودعيت لكم موسى بن جحفر. اشكركم. رحم الله، رحم الله والديك صاحبي. صراحة حسين علي ملان. انت صلحتها يا لك ابو ملان؟ ان شاء الله ان شاء الله، والله العظيم ما قصرت. دعيتكم وموسى نجح حبيبي. ربي يوفقك. يعني ساعدتوني مساعدة، يعني انا اقول لك ما في شلون اجاوب. الله يسلمك. احنا اخوتك. الله يخليك. وانا احبكم الصراحة، احبكم واشكركم. حبيبي الله يسلمك. الله يبينك. مشكورين. وحم الله. الله يحفظك ان شاء الله. الله يتمم عليك بالخير. الله يحفظك. والله العظيم ويومية ادعيكم، يومية راح ادعيكم يومية. يعني يخطيك السوء دائما ان شاء الله يا رب. يوفقك. الله يوفقك. الله يرزقك ان شاء الله. الله يسلمك. راح اوقف لي بس انتم ترى. حبيبي اخوتك احنا. اخوتك يا حبيبي. تحياتنا للعائلة الكريمة، ورب يرزقك ويوفقك ورمضان كريم عليك. متواصلين ياكم اعزائي المشاهدين، منتظرين اتصالاتكم مسجاتكم، منتظرين اول متصل حتى يكون ويانا بالمسابقه اليوم حتى يفوز ويانا. يا الله يكون 300 دولار او ال 150 دولار، ما اريد حظ اوفر ان شاء الله. انت زين الصناديق، انت رتبت انا بفضل وجيت لقيت جاهزه؟ لا رتبت ورا الشباب. يكون يعني تندل وين 300 دولار؟ اي اندل طبعا. اذا اندليت هم شوي غششهم يعني ان شاء الله. خاف يختارون مثلا في الصندوق يجي له ها زين. ما صور منتظرينهم اكيد، منتظرين اول واحد حتى نفوز مثل ما قال ابو ملاك. ايش تتوقع؟ ما راي له رجل من ساعه توقعنا؟ اعتقد ابنيه. ها والله ما اعتقد ابنيه. السلام عليكم. من ويانا؟ اني ام مصطفى من بغداد. ام مصطفى؟ شفت؟ من بغداد. وين من بغداد؟ من الحسينيه. اه رمضان كريم عليك ام مصطفى. عليك وعلينا ان شاء الله. الله يحفظك. أم مصطفى متابع البرنامج؟
ايه انتهى البرنامج، بس انا حبيت اشارك وياكم، بس انا ما اعرف الاسئله. ما تعرفين الاسئله؟ ايه والله، بس انا جرب يعني. ها؟ انت تردين اسئله؟ لا والله ما اعرف الاسئله، بس انا شو محتاجه. نجرب البدايه، نجرب. بس الله اكون وياكم. ها. زين شو نسوي هسه؟ خلينا نجرب وياها المسابقه. زين اوكي، خلينا نجرب. يا دوب يطلع الحظ اليوم وياها. اختاري لنا واحد من الصناديق، واحد او اثنين او ثلاثه، اختاري لنا. راح اختار اثنين. رقم اثنين؟ رقم اثنين. خلينا نشوف والله رقم اثنين. مجموعة اسئله. رقم اثنين مجموعة اسئله. زين. طيب انت عندك معلومات يعني زينه حتى نسالك؟ لا والله ما أعرف. ما عندك معلومات؟ لا ما أعرف. زين. أنت إيش محتاجة؟ والله مريضة، أدي كلياتي. كلياتي؟ كاتب العلاج غالي، كلش غالي. ليش العلاج؟ وما أتمكن. يعني أنا كل شهر قاعد آخذ 150,000 كل شهر. زين. أنا إيش راح أسوي؟ أحولك على الكنترول. راح نصرف لك علاجك. مو انا شنو؟ ايه الو، احنا ايش راح نسوي؟ هو علاجك ايش قد يكلف؟ 150,000؟ انا كل شهر اخذ 150 200. زين ماكو مشكله، احنا ايش راح نسوي؟ راح نتكفل بعلاجك الاداره وبدون اسئله وبدون اي شيء. وراح نتكفل بعلاجك وحاضرين تدللين. يعني فلوس العلاج راح تاخذون من عندنا. ربي يوفقك ان شاء الله. مشكور. خير. مرحبا بك. كل الهلا بك. باقين وياكم، نكثف اتصالاتنا، نكثف مسجاتنا، بس نحب. شنو شعورك ابو فضه؟ والله الحمد لله تساعد الناس و... يعني شعور جدا جميل، واكيد نقدم فد شيء بسيط. انت جاي تشوف حل يعني بركه، هاي سات على فرح على ناس. أي. يعني نسال الله التوفيق لهاي العالم والرزق يا رب، ويكون الناس اصحاب القرار كون يشوفون هاي الناس. والله بعد انت منا كلهم تقدر تناشد يا رب. الناس ما مقصره، ناشد الدوله، الناس المسؤوله، ناشد كل الناس الشرفاء اكيد. زين زين، انه ينظرون بهاي الناس الفقره، وهذا شهر شهر الله، هذا ضمير يعني. انا زين. ما شلون واحد ينام واكو ناس ما تقدر لا تنام ما تقدر تاكل. نظره لهاي العالم لا اكثر ولا اقل، نظره بسيطه. وانا احس انه توفيق الله سبحانه وتعالى من يخليك انت تقدر تسهل امر احد. أيه توفيق هذا. أيه مو يحتاج شكران. اكيد. الحمد لله دائما وابدا يا رب. اكيد الحمد لله. نكثف اتصالاتنا حتى نرجع لمود البرنامج، لانه هو عدينا لكم وحتى نفرحكم بهذا الشهر الفضيل. احنا خربطنا صناديق مو حلو؟ لا ما خربطنا صناديق. خليك اليوم، انا خربط. لا انا خربط. يلا اثنين. بس الناس تبقى اعزائي المشاهدين متواصلين وياكم اكيد، وبرنامجكم برنامج تستاهلون. يا ربي منتظرين اتصالاتكم ومسجاتكم حتى نربح اكثر عدد في هذه الحلقه. بلي ويانا اتصال. الو وياك. الو الو، وياك عين وياك. السلام عليكم. عليكم السلام. رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم جميعا ان شاء الله. الله يحفظك. الاسم الكريم؟ الله يسلمك. الاسم الكريم؟ حسن محمد جمعه. حسن محمد جمعه، من اي محافظه حسن؟ بغداد، مدينه الصدر. بغداد مدينه الصدر. هلا بابن ولايتي اذا الجربه. شلونك حبيبي؟ الله يسلمك. تمنيا قطاع. عندنا 52. يعني قريب علينا. ايوه موجود جماعتنا كلهم. صدق تندل بيتنا؟ تندل يوم يوم عدل فيه. حسونا حبيبي. فاهم عليك البرنامج ولا اشرح لك اياها؟ لا فاهم عليك الصناديق. زين. تختار الرقم. اي فاهم. بس خليني بالبدايه ادخل اسمك على القرعه بالجائزه الكبرى، مو حسن؟ جيد. هاي الجائزه الكبرى اللي هي ذهاب الى بيت الله الحرام. أو إلى مشهد أو إلى سوريا أو سوريا إن شاء الله. عجازة الكبرى، إذا طلع اسمك إن شاء الله تفوز وتأخذ وياك شخصين على حساب البرنامج إن شاء الله. هذا شوف، هذا اسمك هنا صار على القرعة. هسه نختار. زين
هسه اختار اي صندوق؟ الصندوق الاول. الاول رقم واحد. جيد. هذا صندوق رقم واحد. صندوق رقم واحد حبيبي طلع عندك حظ اوفر. وانا مش فايز الاول. انا قلت مكسر لا الثاني ولا الثالث. اي هذا طلع عندك حظ اوفر حسون. يلا الحمد لله على كل حال. بس ان شاء الله انت عندك اسمك بالقرعه ان شاء الله ما خسرت ويانا اكيد. ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبي تحياتنا لك تحياتنا لكل اهلنا مدينه الصدر. متواصلين وياكم اعزائي المشاهدين. علي مستريح؟ لا لا انا خربط خليك علي خربط الصناديق. منتظرين الاتصالات. ارقامنا الظاهره اسفل الشاشه. زين العراق اسيا سيل. نتمنى من الكل يتصل علينا حتى نكون بخدمتكم. عندنا فاصل عزيزي. فاصل اوكي اعزائي المشاهدين فاصل وراجعين وياكم انتظرونا. من الشعب العراقي الشيعه يا سنه ابن الاصل الباقي مسيحي يا كردي عراقي يا عراقي. يلا شكرا للحشد والايدو ان شاء الله رجعت خير ورمضان خير وبركه عليكم يا رب. الله يتمم عليكم الشهر بالخير والبركه. باقين وياكم واحنا طيله ايام الشهر الفضيل الى العيد الى الجائزه الكبرى اللي هي ان شاء الله راح تكون ذهاب الى بيت الله الحرام او الى مشهد زياره الامام الرضا او السيده زينب سلام الله عليها وبرفقه الفائز شخصين. واكو مفاجاه راح تكون على حلقه الامام الحسن سلام الله عليه ولاده الامام الحسن اللي هي 15 رمضان كريم اهل البيت. واحنا متعودين كل سنه بالبرنامج انه بقضيه الحسن سلام الله عليه ولاده الامام الحسن عليه السلام نكثف كل شيء ونخلي اشياء لانه هو كريم اهل البيت واحنا نستمد من عند الكرم. اكيد. ويانا متسابق نقول الو. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك يا مرحبا اهلا وسهلا. رمضان كريم عليكم. الله اكرم الله يحفظك الاسم الكريم. الله انا على عوض. ابو الناصير اللي ربحت وياكم. ربحت ويانا وهسه اشتركت من جديد؟ لا لا حولنا على مستدام جائزه اسلام. لا لا عوض هذا حوالتك موجوده يمي. اي بلغوك عن حوالتك؟ اي اي رحمه الله عليك. هاي يا ابو فضفا هذا هذا الوصل مالتك؟ الوصل اللي باسمك؟ اي
بس بامكانك تروح تشتري من الدكتور يروح يستلم ايه. استلمتها ولا بعدك؟ لا لا استلمت استلمت مبروك عليك مشكورين يحفظك ان شاء الله يحفظكم الله ان شاء الله الله يسلمك الله يديمك ان شاء الله حبيبي كل الهلا بيك كل الهلا طبعا لا يفوتني ابو فضه ابارك لك حبيبي حبيبي ابارك لك كليبك الجديد الله يسلمك يجنن وطالع يجنن الله يوفقك واحساسك هذا العالي اشكرك حبيبي على كتابه القصيده وعلى اللحن الله يحفظك دائما انت يعني خلي نقول تساعدنا بهاي الامور لا انت تستاهل الامور الاولى اللي تكون بالقناه اكيد انت سببها فالله يوفقك وشكرا لروحك الرياضيه حبيب قلبي انا اعتبرها لا حبيبي انت اخوي فدوى القلبي اخوي تستاهل كل الخير الله يا حبيبي طيب وصوت جميل الله يسلمك شهاده منك تستاهل كل الخير والله حبيبي انت تابعوا ابو فضل اليوم كليبه الشهره كليب جميل جدا والله احساسه كلش عالي ورا الفطور راح يكون على اليوتيوب ويكون على قناه الفرقدين ورا الفطور مباشره كليب الشهره وانا اول الناس ابارك لك وامام حبيبي المشاهدين حبيبي واتمنى لك كل الخير ويا رب التوفيق لك يا حبيبي تستاهل كل الخير يا قلبي اشكرك يا والكادر كلهم الاخوه من عمي هنون المصورين وال وفراس مهندس الصوت مخرج البيت كل الشباب جاي يحكون وياي الاخوه المصورين احنا عم نبارك الله يسلمك الو كان اتصال ساعدك مولود حبيبي صار عام تسابق ونقول الو نعم الو هذا فراس السلام عليكم متصلين بدون علم عليكم السلام رمضان كريم علينا وعليك ان شاء الله الله يحفظك الاسم الكريم اسم فلاح من اهل بغداد عفوا بس من بغداد فهمناها فلاح من بغداد فلاح ولا صلاح فلاح ايش اسم الوالد؟ فلاح حسن فلاح انت فايز ويانا اكيد مو حلقة امس؟ ايه استلمت حوالتك؟ لا بعد ما استلمت؟ شوف لنا الديان هنا مشترك هذا؟ انت مشترك ولا فائز؟ انا اتذكر اخذت فلاح حسن نفس الاسم بس انت مشترك جديد لو فائز ويانا بالبرنامج حبيبي فلاح الو 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 وياك مشترك جديد لا عشان تقول فائز انت قلت ثاني فائز لا مشترك جديد خذ عشان خذ الرجال هسه صار له ساعه والله عليك في بواب الحوالات شكينا بنفسنا يا معود خدمته كل اهل بيك هذا مربك مولاي حبيبي فلاح نعم انت فاهم عاليه البرنامج ده اشرح لك اياها فاهم هسه انت انت مبدئيا هذا اسمك فلاح حسن دخلت على القرعه بالجائزه الكبرى سواء فزت او ما فزت هاي واحدة المهم المشاركة لا هسه انت دخل اسمك بالجائزة الكبرى على نعم على الذهاب الى بيت الله الحرام او الامام الرضا او سيدة زينب سلام الله عليه هاي في حال فزت بهاي الحلقة وما فزت انت اسمك بالقرعة الشغلة الثانية انه عندك ثلاث صناديق كل صندوق وراء جائزة تختار لنا واحد منهم الارقام هم واحد واثنين وثلاثة ايش تختار؟ ثلاثة قريب على مجموعة أسئلة ثلاثة طلعت لك مجموعة أسئلة كل سؤال تجاوب عليه تربح $50 جاهز؟ كل سؤال 50؟ كل سؤال تجاوب عليه $50 تربح $50 بوسيلة مساعدة ساعدني ورحمة الله هسه راح نسألك احنا أكيد نساعدك أكيد السورة التي لقبت بالجامعة هي السورة ثلاث خيارات عندك أي ده تسمع السورة نعم إيه؟ التي لقبت بالجامعة إيه؟ هي البقرة النساء المائدة أو الشعراء لا تستعجل على كيفك حتى أقدر أساعدك الشعراء أو إيه؟ البقرة النساء أو المائدة المائدة لا احنا ترى ايش نسوي حمود احنا نشيل الاثنين من الخيارات اشيل الاثنين راح اشيل طيب. الاثنين من الخيارات راح اشيل لك المائده والنساء تبقى عندك الشعراء والبقره الشعراء او البقره البقره اجابه خطا اجابه خطا اجابه خطا تعذرنا يا حبيبي
لا هذا أهم شيء المشاركة قلبي حبيبي. الله يحفظك إن شاء الله. حاولنا نساعدك بأي طريقة لكن للأسف لكن أنت اسمك صار ويانا عجائز الكبرى. تحياتنا إليك تحياتنا لكل أهلنا ورمضان كريم عليكم. مشاهدين الكرام باقين وياكم ومنتظرين تفاعلكم ومنتظرين المتسابقين اللي إن شاء الله يرحون على 300 دولار. زين هسه نسهل الأمور أكثر. نكتب اتصالاتنا ونكتب مسجاتنا. احنا عذرا لذكر الارقام دائما بالبرنامج لكن مثل ما تعرفون انه المال وسيله مو غايه. احنا غايتنا نفرحكم. نكتب اتصالاتنا ونكتب مسجاتنا. ويانا اتصال اخر نقول الو. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام. رمضان كريم. رمضان كريم. كل عام وانتم بخير. كل عام وانت بألف خير يا حبيبي. الاسم الكريم؟ ستار. ستار من النجف. ستار. اسم الوالد؟ ستار محمد. ستار محمد. سبحان الله كتبت محمد انا. سبحان الله. والله والله يعني بديت ميم حاء وجاي اقول لك اسم الوالد طلع محمد. نيتك صافي ان شاء الله. انت نيتك صافي يا حبيبي. ستار محمد النجف. شلونك ستار؟ الله يخليك. شلون مال النجف؟ كلهم زينين بخير الله يخليك حظك ان شاء الله. شو اخباركم يا رمضان؟ والله ماشي زينه الحمد لله. الشمس حاره بس الحمد لله الشمس حاره تدري بيها. يلا ان شاء الله الاجر على قدر المشقه. الله يخليك ويحفظك ان شاء الله. الله يحفظك. ستار فاهم اليه برنامجنا فكرته لو اشرح لك اياها؟ اي اعرفها. تمام. احنا هسه مبدئيا دخل اسمك بالقرعه. ابو حب اسد ستار محمد من النجف. دخل اسمك على القرعة بالجائزة الكبرى اللي هي الذهاب إلى بيت الله الحرام أو مشهد زيارة الإمام الرضا أو إلى زيارة السيدة زينة. إن شاء الله. في حال فزت ويانا أو ما فزت أنت دخل اسمك ويانا على القرعة على الجائزة الكبرى إن شاء الله يطلع اسمك. أشكرك أشكرك. الله يحفظك. عندك بعد ثلاث صناديق اللي هم واحد واثنين وثلاثة. تختار لنا واحد من الصناديق الثلاثة ونشوف حظك ونشوف جائزتك. ثلاثة قريب على بعض. ثلاثة. رقم ثلاثة. ستار حظ أوفر حبيبي. طلع عندك. انا اشكرك ممنون منكم. اشكرك. الله يحفظك يا احنا رحم الله والديك. بخدمتكم حبيبي. الله يخليك. اشكرك. بس اكيد انت ما خسرت انا اسمك موجود بالقائمه ان شاء الله. لا ما خسر المشاركه وياكم هي ربح. اشكرك حبيبي. شكرا لك حبيبي. شكرا لك. تحياتنا لك. تحياتنا لكل اهلنا بالنجف. نكتب اتصالاتنا منتظريكم ومنتظرين متسابق اخر. منتظرين المتسابق اللي ما نعرف راح يكون من اي محافظة. نروح فاصل. نروح فاصل ولا شنو؟ ولا واصل. احنا هذا الفاصل ناخذ دائما للتوازن حتى نعطي فرصة للجميع يشارك بهذا البرنامج. نكثف اتصالاتنا ونكثف مسجاتنا. نروح فاصل شوية وراجع لكم. خليكم ويانا. كلش ثقيل احجايتي مليت يا رب البشر والدنيا بدمو مالتي. انا ما صدقك كافي كذب. يلا برا برا يلا برا برا. انا قلبي خلص من هاللعب. يلا برا برا يلا برا برا. انا ما صدقك كافي كذب. يلا برا برا يلا برا برا. انا قلبي خلص من هاللعب. يلا برا برا يلا برا برا. شنطيك وعلي ترضي يا دنيا يا غدارة يم وجه الدوارة يم تفتح أمر الله ما حد جاب لأخبارك. السجاجة بالموزين أمشي مغمض بدربج وحط سوالفي بقلبج. دال هنا ورد منا وعرفك ما الشارع. جمالك هاد يا دنيا بعيني ما رحلة أعوفك وامشي للمهدي وفض المشكلة. بعد لا مرحبا بجيتك ولا قلك هلا. وانا ما صدقك كلش انتهى. يلا
صحبتك والله والله حلاوة نظرتك والله والله انا ما مستقر صحبتك والله والله وندري حلاوة نظرتك والله والله ليش اضعف امامك حيل وانسى الحاضر بعينك يحبني ريد نسينا شبعت لوياك خلي نساك يا دنيا شخبصتينا شفت منك عذاب وين رجال كافع وفيني وجه خسران شوفيني انا ضافي اروح بعيد حبك كان عامي ومتاني فرج من الحبيب عايش وين ناسي وحس مثل حبيب. مشاهدين الكرام رجعنا وياكم ورمضان خير وبركة عليكم إن شاء الله يا رب، وباقين وياكم متواصلين وجوائزنا موجودة وبرنامجنا موجود إلى نهاية الشهر الفضيل. جلد موجود وحمودة موجود حبيبي، واليوم إن شاء الله راح تنور بكليبك فيديو الجنب. كل التوفيق لك حبيب. ويانا متسابق. ألو السلام عليكم. عليكم السلام حبيب وجاسم شونه. اوكي ماكو فرق ان شاء الله، رغم انه انا علي وياك بس مرات اسال حبيب علاء الدين شلونك؟ حبيب قلبي شلون صحتك؟ حلو ايمن علاء الدين خليك الغالي شلون احوالك؟ كذا عمرك شلونك قلبي؟ حلا قلبي شلونك قلبي؟ حبيبي شلونك عيني؟ ايوه الله يسلمك. من اي مكان انت؟ انا من الحله من الارنجيه. من الحله حبيب شفت؟ اشهر الليلي شخبار قيسم الله نسيت اسمك والله شنو؟ صباح حسن الخفاجي. صباح حسن الخفاجي رمضان كريم عليك حبيبي. علينا وعليكم ان شاء الله. هلا حبيبي عليكم بالافراح. الله يسلمك. الله يحفظك حبيبي. شو اخبارك؟ والله برحمه الله. شلون هالحله؟ خير. تعرف تيسير الموالي؟ ها؟ تيسير الموالي تعرفه؟ لا ما اعرف. لا احنا بالرارنجيه. ها انت بالرارنجية شو معروف؟ تيسير موالي المنشد بالرارنجية ما معروف. لا لا مو شغلك ما معروف بس انا ملتين بالعمل. ها بالعمل يعني اكثر غير نهاية السوالف. اي انا ما تعرفه. لا ولا رارنجية خليه على راسي. ابو عبودي تحياتي لك، عود تقول معروف حبيبي حلا قلبي. صبوحة حبيبي امرنا. انت انت اول ما قلت الو دخلت ويانا على القرعة ايه بالجائزة الكبرى حبيب اللي هي ذهاب إلى بيت الله الحرام أو إلى مشى زيارة الإمام الرضا أو السيدة زينب عليه السلام. هاي في حالة الكرمة فزت. هذا هنا دخل عزيمة هي. عيوني أقول لك عزيمة هي من الله. أكيد أكيد والله والله صح، هو هذا أصدق شيء. تعرف شو يقول؟ يقول هي عزيمة من رب العالمين. أي والله أي والله إن شاء الله رب يرزقك على قد نيتك وإن شاء الله تكون محمد. يلا خلينا نختار. اختار. بس معقوله ما تعرف تيسير الموالي؟ اوف تيسير الموالي بحاله يا معود. لا كان اهم شيء اعرفك انت على راسي. اختار. هذا خادم الحسين تحياتنا لك. اختار رقم 2. رقم 2. رقم 2. رقم 2. يسر اللي اللي تقول ما اعرف تيسير الموالي حظ اوفر. قول اعرفه. قول اعرفه. حظ اوفر حبيبي. رحم الله عليك خدمتك حبيب قلبي. شاكرين حسين حبيبي كل حسين حبيبي. منك حبيبي انت حبيبي. هلا هلا ابوي منتظريكم اليوم. شنو الموضوع ابو فضل؟ شنو الله العلي العظيم نشوفه زين. شوفه هذا الثالث زين. تعرف ايش راح اسوي؟ ايش قد عندنا وقت؟ ايش قد عندنا وقت يا جماعه؟ عندنا 10 دقائق. شوف خلني ايش راح نسوي؟ شو نسوي؟ قول. لازم نفوز. وين ال 300 دولار؟ هذه 300 دولار. جيب. بس دقيقة خليني اتاكد. هاي 300؟ هاي 300 دولار. جيبها. راح اعطيها لابو ملاك. هاي 300 دولار. اعطينا صندوق واحد مال اسئلة. هذا صندوق الاسئلة. هسه الحظ اوفر وخرناه؟ وخرته. هاي سوي لي واحد واثنين. لا. خلاص. واحد واثنين. المتسابق اللي راح يكون ويانا على الهواء بدون حظ اوفر راح تكون عندنا صندوقين، واحد 300 دولار
واحد اسئله. الاسئله كل سؤال يجاوب عليه $100. هذا الاوفر. وين الكاميرا؟ اريد الكاميرا. هذا الاوفر. هذا الصندوق. هذا الحمار. شلته من المساعدة. بقى عندنا صندوقين. بقى اثنين. هذا الحب اوفر. واحد بي $300 والثاني. والثاني بي اسئلة مو؟ اسئلة و $300 فقط. نكثف اتصالاتنا ونكثف مسيجاتنا، احنا قاعدين نسهل حتى انه توصلكم ال $300. اي طبعا. قمنا نلغي ونحذف ونشيل لانه كذا متصل اليوم ما اعرف شنو راح تحصل. فلازم نفوز. يا رب. في حال حتى اذا ما يطلع حظهم حلو ويانا احنا نسوي حظهم حلو. نسوي حظهم حلو. اكيد. نكثف اتصالاتنا. ونكثف مسجاتنا. منتظريكم. صارت سهلة ترى والأمور صارت قريبة. طونا اتصال. لا خلي ياخذ دقيقتين وناخذ متسابق. والله حتى يكون توازن الكل يشترك. دقيقتين وناخذ متسابق. هاي دقيقتين نكثف اتصالاتنا بها لأن وراها الوضع راح يكون سهل. عندك فقط $300 وأسئلة. الأسئلة كل سؤال $50 ونغشش معناها تعبر. تعبر أكثر من $150. وال $300 موجودة. عندنا اتصال يمكن فارس. عندنا اتصال. جيبه. يلا. الو الو الو. سلام عليكم. عليكم السلام. شلونك حبيبي؟ حبيبي الله يسلمك. شلون اخبارك؟ الله يخليك بخير. اذا انت بخير. اسمك ومن وين؟ مصطفى زيدان من العمارة. مصطفى زيدان من العمارة. من العمارة. كل الهلا بيك واهل العمارة وياك علي. حبيبي الله يسلمك حبيبي. على راسك حبيبي. رمضان كريم عليك. علينا وعليك ان شاء الله. مصطفى انت صار اسمك ويانا على القرعه بالجائزه الكبرى. في حال ربحت او ما ربحت انت اسمك نزل ويانا بالجائزه الكبرى. تفضل اكتب اسمك وان شاء الله ربي يرزقك زياره لبيت الله الحرام او مشهى زياره امام الرضا او السيده زينب. الله يسلمك حبيب. هسه احنا عندنا صندوقين اللي هم اثنين وثلاثه. واحد ب $300 وواحد ب مجموعه اسئله. مجموعه الاسئله كل سؤال اسئله لك تربح $50. اوكي. اختار يا حبيبي انت. رقم اثنين. خلينا نشوف لك رقم اثنين ايش فيه. اسئلة. رقم اثنين طلعت عندك مجموعة اسئلة. اوكي. اليوم لتف... اليوم بيها تابع لك 300. زين. تعرف ايش راح اسوي؟ وراها؟ صندوق واحد. لا لا ايش راح اسوي؟ اسال. ايه. هذا النزلة. راح ارجع الحمام. لا هذا ال $300 اي واحد بعد ما نسكر يتصل ياخذهم. بقت فقط ال 300. نكتب اتصالاتنا بين ما نكمل ويا الاخ مصطفى. معلوماتك مصطفى شنو؟ الحمد لله زين. يعني شو تحب اسالك؟ كيفك؟ يقول قصيده للمنشد علي الدلفي من الحان الحاج باسم الكربلائي. قصيده لعلي الدلفي. اوكي. الملحن يعني الحان باسم الكربلائي. الحان باسم الكربلائي. اتطور على طور وينك وينك وينك. اجابه صحيحه $50 وياك. $50 ربحت. هذا السؤال ربحت عليه $50. السؤال الثاني اللي وياي ما راح اسالك اياه لان همي موضوع قصائد ويخصني انا يعني بالضبط. فما ادري جيب انا اسئله. لا والله انا اسئله. انت بتتابع قصائد؟ كيف؟ مو تقريبا. انت بس احب باسم اكثر شيء. اسمع تحب باسم زين. خاف. صعب علي. صعبه مو؟ اي لانه باسم هذا السؤال بيتابعه. ما معنى كلمه بابل؟ بابل؟ اي عندنا خيارات. اوكي. يقول بلد السلام، بلد الصوف، بلد العشب. بلد بس عيد الاختراق. بلد الصوف. صوف؟ اي اي. بلد العشب، بلد السلام. كلمة بابل. بابل. اتطور بلد العشب. جابتك غلط. جابتك خطا حبيبي. انت ربحت ويانا فقط $50 ونزل
اسمك ويانا بالقرعه وتحياتنا لك يا حبيبي انت واهل العماره يا مرحبا بك. شكرا لمشاركتك ويانا حبيبي. حبيبي الله يسلمك الله يخليك. هسه احنا بوش مقعدنا؟ مقعدنا متصل اللي يتصل ياخذ 300 دولار. ايش قال عندنا وقت نهايه البرنامج؟ احنا هسه نوقف اتصالات ننطي وقت لانه هاي فرصه. هاي فرصة لأنه المتسابق مجرد ما يقول أنا راح يربح على 300 راح خليها بيدي أنا. زين خليها بيدك. راح خليها بيدي. زين لأنه أول ما يقول أنا راح يربح 300 هاي 300 بيدي. زين أول ما يقول ألو يربح 300 دولار. إحنا خلينا نعطي فترة حتى يكون توازن والكل تشترك وتكون فرصة للجميع. نسمع منه بفضفة شيء بينما نكمل ناخذ المتسابق. كثفوا اتصالاتكم وكثفوا مسجاتكم وانتظريكم بين ما تخلص مقطوعة أبو فضة. أسمعك؟ أي والله طبعاً. أسمعك. شو سمعك؟ ملاحظة. مشوا عني لحبهم. الله حبيب. نعصر قلبي بدروبهم. أموت من بعدهم يا روحي شلون بيه على الطول سفرهم طفت عيني بصورهم دعيت الله يردهم ويردون لي ترد روحي إذا قالوا هلج كلهم يردون على جروحي شمات لون كلهم يمروا راحوا مني وظليت ذكرى ودمع وسط البيت البكي من فارق عيوني من حالي ولا مليت راحوا ما خذوني حلو يمكن نسوني بعدهم يتموني وانا صغير على همي يا دنيا وين اهلنا وين اهل المحنة تفارقنا بحزننا ويبس دمع ويا دمي يا ابو يرجع أصيح وترهم الفرقة على صوتي بعد شنفة دنيا وفرقت من عند خوت علي لو قلبي ما بيحل وأشوف الدرب وحش الليل ورثنا اليتم والدمعات بصغرنا وشفنا عمر الأول. الله عليك يا حبيبي. الله عليك. الله على إحساسك على صوتك اللي يجنن. في دورك لك يا حبيبي. أشكرك. موفق إن شاء الله يوفقك بحق العليل عليه السلام يا حبيبي. يقضى حاجتك. الله يوفقك إن شاء الله يا عمري أنت. حبيبي أنت. يلا أعزائي مشاهدينا. هاي 300 بيدة أبو فضة مجرد ما تقول ألو تاخذها. وين مصورنا؟ يلا محضرين. الو السلام عليكم. السلام. الف مبروك. الله يبارك فيك استاذ. هاي 300 دولار من رصيدك يا حبيبي. بس انطينا اسمك ومن وين. هيدا خلينا ننسى مره. ننسى مره. حلا خليل من سامراء. ألف مبروك يا حبيبي. خلينا ندخل اسمك هم عجائز الكبرى حيدر إن شاء الله. وإن شاء الله أن تطلع لك زيارة الإمام الرضا وبيت الله الحرام أو سيدة زينب وبرفقتك شخصين. خلي صلك. ها حبيبي. إن شاء الله إن شاء الله. هذا اسمك بالقرعة وأنت ربحت أنا 300 دولار بلا أسئلة بلا كل شيء. زين تشكر حياتي. الله يحفظك. وانت بسامراء صح؟
نعم سامراء. إذا صارت عندك زيارات إن شاء الله بالدعاء. إن شاء الله. هذول العسكري سلام الله عليهم. إن شاء الله تدلل. ألف مبروك عليك. الله يحفظك. ألف مبروك. الله يبارك. تحياتنا لك. تحياتنا لكل أهلنا بسامراء. يا حبيبي والله هاي المبادرة طيبة. الله يحفظك. دائما تسعد الناس. الله يحفظك. الله يحفظك إن شاء الله. الله يسلمك ويوفقك يا حبيبي. مشاهدينا الكرام في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم بنجاح هذا البرنامج، إلى كل من وقف ويانا بهذا البرنامج، إلى كل من دعانا، إلى كل متصل علينا هو أكيد متفضل. ملاحظة قبل لا أختم، أنه كل الأخوة الفائزة ويانا بإمكانهم من هاي اللحظة يتواصلون ويا الكنترول، ولازم يتواصلون حتى توصل هداياهم بأسرع وقت. في نهاية هذه الحلقة نقول شكراً لإخواننا المصورين، شكراً للأخ المخرج، شكراً لإدارة قناة الفرقدين أستاذ بشار الساعدي، الأستاذ كرار الساعدي، شكراً للمخرج الأستاذ نجم سلام نجم الربيعي، شكراً لك. شكراً لك علي. شكراً على غني. شكراً على غني. شكراً لكل الأخوة في قناة. شكراً للأمير. شكراً لفارس مخرج باب. شكراً للمثير المثير علي الساعدي، مصطفى المثير، كرار الساعدي. ما ادري احنا يا شباب اكو اسماء باكر نخليها لستنا علينا وخاف فايتنا احد. الاخوه الجنود الاوفياء كل اللي بالكواليس، امير المسؤول السناب شات، ما سناب شات والشباب المصورين الاضاءه، شكرا لكرم مشاهدتكم وهذا الاهم. زين ومستوعبين كل هاي الايام، بس احنا باقين على مهاتكم. نشوفكم باكر ان شاء الله. في امان الله. في امان الله.